الكابوس اللي تخاف منه كل الأمهات طبعا هو القمل، لما خصوصا أنه في مواسم معينة بينتشر فيها القمل في المدارس وتزيد وتنتشر عدوى الإصابة في الشعر خصوصا بين الأطفال. لذلك احنا خصصنا هذه الفقرة التوعوية والمهمة للأمهات لإعطائهم نصائح لمواجهة وحماية أبنائهم وبناتهم من الإصابة بالقمل. يسعدنا بهذه الفقرة أن نستضيف الدكتور فهد السديري، استشاري جلدية وجراحة التجميل وزراعة الشعر. هلا وسهلا بك دكتور فهد. هلا وسهلا. هلا وسهلا بك. يعني صراحة موضوع مرة مهم ويخوف أي أم، يعني كل أم ترسل أولادها المدرسة تقول يا ربي ما يجيهم شيء ويا ربي يبعد عننا هذه المشاكل، ولكن إيش سبب انتشار القمل سواء في الروضات وحتى في المدارس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. القمل أساسا هو ثلاث أنواع، في قمل الرأس، في قمل للجسم، في قمل في المناطق الحساسة. يعيش على الشعر عادة، والمضيف الوحيد في المخلوقات هو الإنسان. يعني ما ينتقل لك من الحيوان الحيوانات لإنسان. لا، ينتقل من إنسان لإنسان. هو المضيف الوحيد. هذه ثلاثة أنواع، احنا بنركز على قمل الرأس هو اللي ينتشر أكثر. ينتشر في المدارس، ينتشر في عند اللاجئين، ينتشر في السجون، ينتشر في دار العجزة في خارج المملكة، لأنه في التصال وتلامس مباشر بين الناس، خصوصا الأطفال بالمدرسة. لو ركزنا على الأطفال دائما يلعبون مع بعض، يتبادلون الأشياء الشخصية بينهم، خصوصا البنات. مصبوط. البنات ينتشر عندهم أكثر من الأطفال الأولاد، لأنه يشاركون فرشة الشعر، الكاب، الأشياء التجميلية، الألعاب، فينتقل. القمل نفسها، القملة عادة لا تطير ولا تقفز، يعني ما تقفز من شخص لشخص. طب كيف جرى؟ هي اتصال مباشر أو استخدام الأشياء، الأدوات الشخصية. أيوه. أو إذا تنتقل من الكراسي إلى شعر الشخص، أو بالشراشف أو بالمخدات فينتشر. هي حركتها سريعة ولكن هي لا تقفز، ولكن زي الزحف فيتعيش على الشعر. انتشارها في المدارس بسبب انه الاطفال دائما ما تقدر ولا تقدر تقي طفلك، لانهم يلعبون مع بعض، هذه طبيعتهم صراحه. فلو كان شخص واحد ينتشر، قد يصل الى مرحله وباء في مدرسه، وحدثت من اول في مدارس في الرياض، فصرت تعرفهم انا في العياده يجوني، صرت خلاص الزياره اللي بعدها انت في المدرسه الفلانيه، نعم، لان عرفت ان هذه المدرسه انتشر فيها صار فيها وباء. ولكن لا تدل على مثلا عدم نظافه شخصيه ولا شيء، ابدا لا ابدا. يعني في مقوله منتشره انه اكثر شيء القمل ينتشر عند ذوي الدخل المحدود، مع اني اشوفها يعني مو صحيح ابدا. يعني في مدارس عيالنا تكون مدارس كويسه ومعروفه وعلى مستوى ينتشر القمل فيها. هي صادفت ان يكون طفل من الاطفال موجود في هذه المدرسه، انتقل لزميل والزميل انتقل وهكذا. والاطفال يعني مو يعني الكراسيهم يلعبون مع بعض في الفترات الراحة، استخداماتهم الأدوات الشخصية مع بعض، كل هذا يسارع في في طيب في دكتور في انتشارها. بحكم أنك أنت دكتور، في شيء انتشر عندنا أن القمل يغذي الشعر ويكثره وممكن يشترونه من الصيدليات، هل هذا الشيء صح؟ هذه قبل فترة، قبل كورونا، قبل جائحة كورونا جت فترة، وحتى في انستغرام صار يبيعونها بأسعار. أن القمل كيف يعيش؟ يعيش على الشعرة، يحط البيض قريب من فروة الشعر عشان البيض يعيش تقريبا إلى ينفقس تقريبا 7 أيام إلى 8 أيام عشان حرارة الجسم يدفي البيضات. فانتقل من بعد البيضة، إذا طلعت من البيضة تطلع يرقة، وبعدين تجلس لها 10 أيام إلى أن تصير ناضجة أو بالغة كقملة. القملة تعيش على الشعرة وتمشي على الشعر، وهذا اللي يفرقها بينه وبين القشرة. أي. لأن اللون قريب من القارب، إذا شفت تشوفه بياض، لكن لو سويت بالشعر القشرة تطيح. صح. هذا لازق على الشعر فما يطيح. لا حتى لونه على رمادي يجي. إيه صحيح. ويتغذى على إيش؟ ويتغذى على دم الإنسان. أوكي. فينزل يؤخذ الإنسان، لهذا يحس الإنسان بحكة ووخزات بسيطة. نعم. يتغذى على الشعر، على الدم. على الف... فكثر الوخزات هذه تثير الأوعية الدموية فتنشط وتروي الدم تزيد للشعرات، فلهذا يحسون يعني يكثر الشعر. نعم. لكن
وصلت مرحلة وأنا نوهت يعني في حسابات الشخصية اللي بحسابات وسائل التواصل إنه يعني خطر إنك تروح تشتري قمل عشان تروح تكثف الشعر، هذا طريقة جدا يعني غير صحية. إيش خطر؟ لأن القمل له مشاكل، القمل مو بس يأخذ من دمك، أيضا أول شيء تساعد في انتشاره في المجتمع، شيء ثاني قد ينقل لك أمراض بكتيرية ثانوية تدخل في مشكلة ثانية، قمل الجسم ممكن ينقل لك أمراض بكتيرية تكون قاتلة بعض المرات، فهو خطر. وهذا صار في الحرب العالمية بحكم الجنود وتكدسهم في 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 المركبات وكذا، فينتقل وعدم النظافة الشخصية أثناء الحروب انتقل لهم ومات كثير منهم بسبب قرصات هذا الطفيل اللي هم الطفيليات القمل في الجسم، ونقل لهم الحمى التي قتلت كثير منهم، فهو قد ينقل أمراض، فخطر تروح تأخذ عشان تكثف الشعر جدا طريقه يعني. وانتشرت فتره من الفترات وانتهت لله الحمد، كانت في احد يعني يبيعونها حتى في الحسابات في الانستغرام. يعني خلينا نتكلم كمان عن القمل وفي المدارس وكيف احمي ابنائي. يعني خلينا نشوف هذه التغريده مع بعض اللي كتبتها معلمه تقول انها ايوه انها معلمه وعندها أطفال فيهم قمل وأهاليهم رفضين يتجاوبوا معها في علاج الأطفال، كيف تحمي نفسها كمدرسة من هذه العدوى؟ ولأنها صارت تكره تداوم وخايفة على نفسها يعني. وصراحة أنا أشوف أنه هي صادقة، أنه أنا كمعلمة كيف أتعامل مع أطفال عندي في الفصل في 2-3 بدأ يظهر عليهم القمل يعني، فكيف يحمي نفسهم وكيف يتعاملوا مع الأطفال المصابين؟ زي ما قلت في البداية القمل لا يطير ولا يقفز، يعني إذا كنت حتى جالس مع الشخص ما ينتقل. طيب. بس تتفادى أدواته الشخصية. وأيضا في المدارس هناك يعني وحدة صحية وهناك الخدمة الاجتماعية. طيب بس الأهالي ما يتفاعلون حتى في تغريدتها. لأنه لا لازم يتعرفون، لأن بينتقل كل المدرسة. بالضبط. نعم ينتقل كل المدرسة، وقد يمنع الطفل إنه يراجع لما يعالج. صح. والعلاج بسيط. أيوة. العلاج في أشياء ليست دوائية. مثلا الاطفال الاولاد ممكن يحلق الشعر خلاص. طيب. راح، لكن البنات ما تقدر تحلق شعرها. طيب ايش الحل؟ فممكن تستخدم اللي هو في ادويه بدون وصفه طبيه. زي الشامبو او الفوم. في شامبو او يجي كريم، برمثرين والبرثرين وانواعه. هذه بدون وصفه، حتى موجوده في امريكا تلقاها في اوفر كاونتر يعني. مظبوط. وتحطها وتخليها 20 دقيقة إلى نص ساعة بعدين تغسل. ويروح بعدين من أول غسلة؟ إيه، بعدين تعيدها بعد أسبوع. ليه؟ لأنه ما يقتل البيضات. أيوة. فالبيضات بتطلع بعد أسبوع فتحطها مرة ثانية عشان يقتل البيضات وخلاص انتهى الموضوع. وأيضا لازم تعالج كل أفراد البيت. لأنهم كلهم يتشاركون. صح. في المجالس في الشراشف يعني أعالج ولا؟ يغسلون الشراشف والماء حار. الأشياء اللي ما تغسل زي الفرشة وكذا ممكن يحطونها في أكياس أو ألعابهم ومحكمة الإغلاق عشان يختنق الطفيل ما في هواء لمدة أسبوعين خلاص يموت. ممتاز. أيضا قد تجد القمل على 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 الحاجب. نعم، فبعض المرات إذا ما لقيت هالكريم مثلا في الأشياء الموجودة البدائية اللي قبل تطلع العلاجات، وعندنا العلاجات متوفرة كثيرة الآن، ممكن كان يسوون مثلا تحط مادة لزجة زي الزيت أو الزبدة أو الفازلين وتحطها على ذا أساس تكتم نفسه الطفل فما يتنفس. بالضبط، أنا هذا اللي بدي أسألك عنه. البيئة اللي يكرهها القمل هي البيئة الزيتية ولا البيئة النظيفة؟ لأنه الناس يقولوا إنه الشعر المزيت هو اللي يجيب القمل. احنا بالعكس الزيت، نحط الزيت اللي كان فيه قمل. أيه. وجينا من الطرق العلاجية برضه في البيت إنك تمشطه بمشط خاص اللي يكون رفيع الأسنان بحيث إنه ما يكون فتحاته كبيرة بحيث إنه يطلع القمل. نزيت الشعر. وبعدين او نحط عليه شامبو وبعدين نمشطه بهالمشط المخصص للقمل فيطلع كل القملات الموجوده على الشعر. وهناك العلاجات الطبيه غير العلاجات هذه اللي موجوده في البيت، وهذه وصفه طبيه وهناك كثير اشياء، هي اغلبها علاجات موضعيه، ولكن هناك علاجات اذا كانت الحاله مقاومه للعلاج الموضعي ممكن هناك علاجات برضه مرخصه بالفم.
لكن هذه نادر نادرا ما نوصلها الحبوب هذه، نادرا ما نوصل للتابلت. عادة بالعلاجات الموضعية كافية جدا. نعم. دكتور فهد، في طريقة يستخدمونها أمهاتنا من زمان بس ما أعرف إذا هي صح جداتنا، يعني إنه حط العود وراء إذن ولد قبل يروح المدرسة يمنع عن القمر. ما عندي فكرة عن الموضوع هذا صراحة ولا في دراسة عن الموضوع هذا، لكن أنت نبهتيني يوم قلت الشيء إنه دائما الأعراض إن الطفل يبدأ يحك، أنت قد ما تشوف ركف لهذا إذا جاءت الخبرة أروح أشوف. هنا الخبرة، كنت أعاني كنت أعاني واكتشفت. أيه تشوفه فوق الإذن خلف الإذن والرقبة خلف الرقبة، يحب الأماكن الهادئة أو الكوايت أو كذا. لا وفي شيء بعد تلقاه وراء الإذن تلقاه متورم عنده الغدة اللمفاوية. نعم هذه إذا كانت الحالة مرة شديدة ومع كثر القرصات وسحب الدم وكثير كمية القمل الموجودة تبدأ قد تنتفخ الغدة اللمفاوية. الغدة اللمفاوية تنتفخ مع أي شيء، مع الانفلونزا، مع أي فايروس، مع طفيل، فطريات، أي بكتيريا. ردة فعل الجسم لحمايته يعني خلق الله سبحانه وتعالى أنه ردة فعل لأي التهاب موجود حالي، هذه قد تصل لهذه المرحلة. ما هي شائعة لكن قد تصل لهذه. عند الأطفال أكثر شيء ممكن نلقاها اللي تورم الأطفال. نعم هنا أكثر شيء ينتشر في الأطفال وليس ينتشر في الكبار إلا في مثلا خارج المملكة. يمكن في خارج المملكة دائما يعني تجينا مثلا في أيام المناوبات، يمكن في أمريكا أدار العجزة لأنهم يعني ما حد يهتم فيهم كثير ويكونون يعني متصلين، فانتقال القمل يكون سهل بينهم. إذا كانوا متصلين وهم أصلا شعورهم مثلا نظيفة، كيف يصير الانتقال؟ هل أساس القملة قملة؟ لا هي المضيف عند الإنسان، لكن إذا ما عندك قمل ما حيجيك. حيجيك من شخص يجي؟ يعني هو لازم من شخص لشخص. نعم لشخص نعم لشخص. المضيف الإنسان. إيه؟ الذي انتقل لطفل من جيرانه من أي مكان وراح للمدرسة بدون أعراض، شوي ينتقل الثاني والثالث بسبب طبيعتهم اللعب والاجتماعيا والمخالطة ومخالطة الأشياء، فسهل انتقال بين الأطفال. لكن أرجع وأقول دائما يجوني الأمهات خايفين سبب النظافة الشخصية، ولا وأنا دائما أغسل، ما له علاقة، ما له علاقة ممكن بالنظافة أي طفل الشخصية. ولا نقدر نلوم الطفل ونحرمه من بيئة الأطفال عشان والله صارت هذه الحادثة. صارت في مدارس كبيرة وحلت المشكلة ببساطة، حلها بسيط جدا. يعني هي في طفيلات ثانية زي الجرب، هذا اللي ممكن شوية يعني غير عن القمل، هذه شوية يمكن النظافة الشخصية لحد ما، لكن القمل انتشاره سهل جدا خصوصا في العمر السن الأطفال الصغير. طيب يعني هل هناك طريقة للحماية؟ يعني هل مثلا في ناس يحطوا بخاخات معينة أو تكون بخاخات طاردة للحشرات ممكن تكون خطرة زي اللي تطرد البعوض وغيره، هل في طرق حماية؟ ما ننصح فيها لأنك بتحسس الجلد لشيء مو غير موجود. أي لشيء غير موجود. فليه تسوي وقايه وانت اساسا مو موجود هذا الشيء؟ طب في موسم معين نخاف منه ولا شتاء او صيف؟ بدايات دائما تجي في بدايات المدارس اللي هو اذا اجتمعوا اي في سبتمبر. نعم هذه دائما تزيد، لكن ترى ما نشوفها كثيرا، يعني ما هي بشائعة ترى كثير، يعني جت فترات لكن الحمد لله يعني الان ما اشوفها كثير. دكتور فهد المدارس مليانه سواء كانت يعني مدارس حكوميه او اهليه، علاجها جدا بسيط، خاصه هو القمل الراس واكثر شيء انتشارا. تدري المشكله مو في العلاج، سهل العلاج زي ما انت قلت جدا بسيط، المشكله في بعض الاهالي اللي ما يتقبلون هذا. زي اللي لازم قبل شويه المعلمه اللي تشتكي انه فعلا هي قاعده تحاول تعالج الموضوع، والاهالي تثقف من الاشراف الموجود، الاشراف المدرسي، الوحده الاجتماعيه او المراقبه، تلقى نفس الاهالي فيهم قمل ومتعايشين معاه وخلاص الوضع، انهم يوجهون بهذا الشيء او يستخدم معهم انه يعني انه لازم يعالج لانه بيضر المدرسه كلها. صحيح. هل هو في نقول في تزايد أم في نقص؟ هل في إحصائيات معينة مثلا لهذا الموضوع؟ لم أطلع على إحصائيات صراحة، لما طلع بس طفل واحد قد ينشر المدرسة كاملة. طب دكتور فهد الشيء الأساسي اللي ممكن يقتل القمل وشو؟ لو مثلا واحدة ما تبي أشياء طبية، من ضمن الأشياء اللي كنت أسمعها أنه الخيار إذا انهرس ونحط في شعر للطفل كحماية له القمل يكره ريحته، هل هذا من الأشياء أنا الصح؟ أنا لم أطلع على هذا ولا أدري عن الموضوع الأشياء المكونات العضوية. إيه؟ لكن البرمثرين أو البرثرين هذا أساساً مستخلص من نبات الأقحوان على ما أذكر، فهو يعتبر عشبي. النوع المصنع منه الكيميائي هو البرمثرين، هذاك بيرثرين وهذا برمثرين على ما أذكر. إيه؟ فهذا مصنع وأسرع فعالية من العشبي. ولكن في طريقة قلتها اللي هي زيت الشعر وتبدأ تمشط في مشط خاص بحيث تطلع القملات،
وتسويها تكررها عدة مرات إلى أن تقضي على كل القمل الموجود وحتى البيض الذي يبدأ يتحول إلى, 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 إلى يرقات بالمشط يبدأ يروح. الأولاد حل حلقة زيرو خلاص راح كل شعر لأنه هو يعيش على الشعر. مزبوط. في بعضهم في استشوارات خاصة في موجودة في بعض، لكن أنا ما أنصح تستخدم استشوار الحار عشان ما تسبب هيجان للبشرة لأنها حارة. في تكون خاصة في بعض المراكز تعالج القمل بهذا إنه تكتمه. معناته إنه ما يحب البيئة الحارة. مو الحارة تكون حتى تكون هواء فاتر أو بارد بس بطريقة معينة، لكن ما هو ما هو ما هو الاستشوار الطبيعي العادي اللي نستخدمه البيوت. أيضا في إذا كتمت بس ما تقدر هذه تكتمه إنه تقطع عنه الهواء في الشعر إذا خاصة كان شعر طويل وتلبسه لأنك لازم تخنق أيام. عشان نقضي عليه. فهذه صعبة العلاجات هذه، فممكن تستخدم اللي قلته في البداية. يعني صراحة هذا كابوس يؤرق كل الأمهات، وزي ما ذكرت يعني العلاج سهل يعني، بس إن شاء الله ما حد يصاب فيه وإن شاء الله أولادنا ما يصابوا فيه، ولكن في النهاية العلاج موجود وسهل وما بيأذي الطفل، واتباع النصائح يعني هذا شيء جدا مهم، ولأننا نترك الحالة تزيد لا سمح الله وينتشر مجرد ما نشوف الطفل خلاص في شيء غلط، إذا ما نخلي روح المدرسة هذا أهم شيء يعني. ذكرتيني بشيء بعد برضو من الوقاية. هو لا يقفز ولا يطير. القمل، لكن يلعبون مع بعض كورة ممكن تقل بس نسبة جدا ضئيلة. تقدر تنبه طفلك لا تشارك فرشة الشعر. مزبوط. صح. الكاب، طاقية، منشفة، كل هذه يعيش فيها هو، فما تشارك يعني تقل نسبة الإصابة لأنك ما تشارك متعلقات شخصية لأي شخص كان. سبحان الله، من توصياته عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا تبي تستخدم شيء لأحد أنفضه قبل لا تستخدمه، يعني أنفض فراشك. نعم، كل الأشياء هذه ممكن تفيد. دكتور فهد السديري استشاري طب الجلدية وزراعة الشعر، يعطيك العافية وشكرا لتواجدك اليوم معنا. الله سهل، الله يسلمك. مشاهدينا فاصل قصير وراجعين لكم بعد الفاصل. ما هو الشيء الذي أحسنت اختياره في حياتك؟